مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم حلو من الفريز بمكونات كتير بسيطة ورائعة ومتوفرة بكل بيت وحلوة جدا سهلة وسريعة التحضير. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا فريز بحطهم على جنب. عندي نص لتر حليب بالطنجرة، بحط 3 معالق طعم سكر، ملعقة، 2، 3، كمان بحط 3 معالق طحين، بنخل الطحين عشان ما يكبتل عنا الخليط. بحرككم شي بسيط على البارد. بحرككم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس بلش يشتد عنا الخليط بهيدا الشكل، هيدا القوام صار عنا. هلا بحط 100 جرام من الشوكولا، بحركن منيح ليدوب عنا الشوكولا. لاحظتوا هيدي الحلو ما استعملنا فيها نشا ابدا. بستمر بالتحريك، بس دابت الشوكولا عنا ومزج كل شي بهيدا الشكل. هلا بطفي الغاز. انا بعمل كمية كتير بسيطة، يعني هيدي الكمية تقريبا ل4 اشخاص اللي عم بعملها. انتو اذا بدكن اكتر تعملوا ضعفوا الكمية. هلا بحطن على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة. كن قطعت الفريز انا وياكن. قطع الفريز بهيدا الشكل شرائح، شايفين كيف؟ حلو كتير بسيطة، ست البيت المستعجلة يعني بتقدر تعملها بكل سهولة، ما بتاخد منها وقت أبدا بالتحضير. رح قطع الفريز وكفي أنا وياكن. بس قطعنا كمية من الفريز، هلا بحطن على وجه الشوكولا اللي عملته انا وياكم. بحطن بطريقة عشوائية، ما ضروري يصفن صف مرتب عشان يطلع فريز منيح بالحلو، شايفين كيف بهيدي الطريقة. هلا بحط كمية الشوكولا اللي بقيت عنا، بحاول اشتغل هن وبحرارة الغرفة عشان ما تجمد عنا الشوكولا. كمان نفس الشي بحطن على وجهي. بجيب ملعقة اضبط لمدن منيح. كمان بقطع فريز وبحطن على الوجه نفس الشي بهيدا الشكل منقطعن. هلا بحطن على الوجه. بتمنى اذا في اي شي غلط بالفيديوهات او عم قطش كتير من الفيديوهات تبعتولي بالتعليق بالكومنت. بعد ما حطينا الفريز على الوجه بهيدا الشكل، هلا بحطها بالبراد لتجمد اقل شي ساعة. هيدي الحلو اللي عملتها انا وياكم بعد ما حطيتها بالبراد ساعة. عنا هوني شوكولا بدي زين بس على الوجه، ببرش الشوكولا زيني بزين على الوجه
ممكن انتوا تحطوا اذا بدكم اي نوع شوكولاته متوفر عندكم، ما في اي مشكلة. بحط شي بسيط بهيدا الشكل زيني. هذه الحلو اللي عملناها مع بعض من الفريز بمكونات كتير بسيطة ورائعة. هيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.